صراحة في عندي تحية خاصة وفي عندي حب من نوع خاص لناس قدروا بإمكانات ضئيلة بس بجهد ومثابرة وعزم إنهم يحققوا اللي بتعجز عنه يعني مؤسسات كبيرة إنه تحققوا. بدي وجه تحية لموقع بنت جبال دوت أورج ولخينا حسن بيضون. أهلا وسهلا حسن بيضون. حسن بلحق على كل شيء، يعني بتلاقيه بالمغترب الأمريكي، بتلاقيه بأستراليا، وبتلاقيه حامل باروته عمال يصيد وقاعد عمال يشرب شاي، وبعد شوي بتشوفه مختلف وردة وعمال يتغزل فيها وعم بيصورها، وشوي بتلاقيه راعي الطفولة وعمال يحمل هالبنات من محل لمحل. بس ما حدا بإمكانه ينكر إنه حسن ورفقاته قدروا يحققوا ما بيتحقق. موقع بنت جبال دوت أورج اليوم فيك تقول إنه موقع بينقل أخبار كل المغتربات وأخبار الوطن وعمال يتجلى، ووصل لمرحلة إنه حتى المحطات الأساسية بلبنان للتلفزيون وللإذاعة تضطر إنه تتعاطى مع موقع بنت جبال دوت أورج. وشفته يمكن بأكثر من مكان وبأكثر من مقابلة الناس اللي بيشتغلوا ببنت جبال دوت أورج كيف عمال يقدروا إنه ينقلوا هالصورة، وبتلاقيهم صح صبايا صغار وشباب صغار وإلى ما هنالك، ولكن كل واحد منهم في جواته محرك، يعني مثل محرك عباس ديزل بتشوفه بيحمو كثيري العطاء. فتحية لكم ويعطيكم العافية، بنعتز فيكم وبنشد على إيديكم. وفي حفل دعم لموقع بنت جبال ب 16 الشهر بنادي بنت جبال، وجاي كمان فنان عزيز على قلوبنا كلنا اللي هو منير كسرواني، واللي هو بينقل التراث الجنوبي يعني على حقيقته للناس. فنتمنى عليكم المشاركة، نتمنى انه تروحوا انتوا ولادكم وعيالكم، وموقع بنت جبال دوت أورج يعني بيستحق كل الرعاية والعناية والدعم.